موجز لأهم الأنباء من التناصح، أهلا بكم. أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي للتناصح اليوم الجمعة مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين بمنطقة الكريمية جراء قصف ميليشيات حفتر. وأضاف الهاشمي بأن 4 من عائلة 1 أصيبوا جراء القصف العشوائي لميليشيات حفتر الذي استهدف مخزنا للمواد الغذائية، كما أصابت القذائف العشوائية منزلين بالقرب من المخزن ما أسفر عن خسائر مادية. رصد موقع إيتاميل رادار المختص بتتبع الرحلات الجوية العسكرية فوق إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط، رصد سربا لطائرات تركية فوق المتوسط يتوقع أنها في طريقها إلى ليبيا. وذكر الموقع الإيطالي أن هذا النشاط الجوي لم يشهد له مثيل إلا مهمة إيطالية سابقة فوق مدينة مصراتة. من جانبها ذكرت وزارة الدفاع التركية أن طائرات تابعة للقوات الجوية التركية قامت بأنشطة تدريبية مع السفن الحربية في البحر الأبيض المتوسط. وقال الناطق الرسمي لمكتب الإعلام الحربي عبد الملك المدني إن 4 طائرات تركية حربية نوع F-16 مرت فوق منطقة العمليات الغربية بعد دخول الاتفاقية الليبية التركية حيز التنفيذ. قالت صحيفة أزفستيا الروسية إن مجرم الحرب حفتر قلل من قدرات خصومه، ما أدى إلى خسارته لمواقع استراتيجية بالمنطقة الغربية وعودته لنقطة الصفر. وأضاف الخبير العسكري فلاديسلاف شوريجين أن الوحدات العسكرية لحفتر توسعت أكثر من اللازم في المنطقة الغربية وخسر تفوقه الجوي الذي كان ورقته الرابحة، مشيرا إلى أن حفتر عاد إلى نقطة البداية في قاعدة الوطية التي تواجه خطرا محدقا بسبب التفوق الجوي لقوات الوفاق، مؤكدا أن خسارة الوطية ستؤدي إلى قطع الإمدادات الجوية وسقوط الجبهة الغربية بالكامل. دعا وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى إعادة تقييم قرار المجلس الرئاسي 277 لسنة 2020 بإعلان حظر تام للتجول ودراسة إيجابياته وسلبياته وإجراء تعديلات جزئية عليه بما يخدم المصلحة العامة. باشاغا في بيان له الخميس أكد أن هذا القرار سيدفع بالمزيد من الازدحام في ظل الظروف الحالية من نزوح وحاجة المواطنين لسحب مرتباتهم، كونه جاء دون سابق إنذار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حسب البيان. أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن فقدان الشبكة لأكثر من 800 ميجاوات نتيجة إقفال مجهولين خط الغاز المغذية لمحطة توليد الزاوية. الشركة العامة للكهرباء أوضحت أن إقفال الخط ترتب عنه عجز كبير بالشبكة كاد أن يتسبب في انهيار كامل للشبكة أثناء الفصل الفجائي في ظل وجود عجز بالشبكة بسبب إقفال خط الغاز بمنطقة سيدي السائح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.